كان كياكل منا بنادم كاع اللي دايز ولا اللي جا صغير كبير كلشي كياكل منا. نتوما كتشوفوا الحاله ديالها دابا حاله يرتالها يستافدوا منا القوت العيش للناس. وكان كان بنادم كياكل منها يجي من المدينه العربيه كلشي كيجي. المشكله ديال تماسين وهي الماء. ولادنا راه داعوا كلها في قنت والارض داعت وما بقى رمان ما بقى خدمه ما بقى حتى العيون حتى هما ما بقاش فيهم الماء. طلبوا الله من المسؤولين يعاونونا في هذا المشكل ديال الماء. انتما كنتو كتعيشوا من الرمان دابا؟ الرمان الرمان حنا هاد الجهه عندنا حنا ما عندها فلاحه ما عندها والو سوى الرمان. نطلبوا من المسؤولين الله يعاونونا وهذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي شاب من شباب المنطقة ديال الدوار ولاد حميدة ولاد بوزيري جماعة توالت إقليم سطات. حنا بصفتي كشاب من شباب هاد المنطقة كنبغي نقول ونوجه تحية للمسؤولين بأن حنايا في هاد المنطقة ما لاقين ما يدير. الشباب ديال المنطقة كامل عاجز عن العمل. ملي كيعاودوا لينا الوالدين ديالنا على لي الظروف اللي كانوا كيعيشوها من قبل انها ظروف كانت جيده من بعد من الرموان اللي كانوا كيشتغلوا فيه. ومن بعد حنا جينا لقينا الوقت ما بقى ما يدار ولقينا الشباب ديال المنطقه كلشي تشرد ما لقى فاش يعمل ما لقى فاش يشتغل. حنا الان كنعتمدوا غير على الفلاحه البوريه اللي هي ناقصه في المنطقه. وكنبغي نوجه نداء للمسؤولين باش يعاونونا يوقفوا معنا في هاد المحنه اللي حنا كنعيشوها. بغينا جلب الماء ديال السقي وبغينا المسؤولين يعني التفاته لهاد المنطقه اللي هي منطقه تماسين اللي هي معروفه ولكن بسبب قله الماء اللي ولات من عادمه. بغينا المسؤولين باش يوقفوا معنا ويعاونونا. الماء دي مزيان هنايا تلقى الماء لهي تلقى هنايا الساقي كانت هذيك الدي دابا هنا كتشوفوا كل شيء استجرى هي كنا نبيكو تحت منها هاي هو هذه كنا نبيكو هذه ديال رمان دابا كرمات هاي كرمات رمان كانت كتطيب هذه كنا نبيكو حدا تحت منها هذا كنا نبيكو فوقهم هنا الساقي هي كامل هذه كنا نبيكو فوقهم هنا كنا نبيكو فوقهم هذه كنا نبيكو فوقهم. رحيم بازوري عبد القادر رئيس التعاونيه الفلاحيه رمان تماسين لانتاج وتسويق الرمان. نحن الان في صدد واحد اللقاء تواصلي مع المنخرطين لقاء تواصلي تحسيسي تحت شعار اعاده تاهيل الرمان للمنطقه ولاد بوزيري باقليم سطات. هذه التعاونيه هي تعاونيه فلاحيه تعاونيه اجتماعيه مستقله هدفها الاساسي هو تطوير الرمان والمحافظه عليه وتحسين زراعته. هذه المنطقه اللي كانت معروفه بالرمان ديالها يعني المميز على الصعيد الوطني هي الان كتعيش واحد الاكراهات وصعوبات. السبب هو انعدام الماء و هناك كانت واحد العين اللي كانوا كيسقيو منها الناس اللي كتسمى عين تماسين. هي الان هذه العين ولات شبه حفره جافه كانوا كيستافدوا منها الناس اللي كانوا كيسقيو منها البساتين الرمان ديالهم وكانوا كيشربوا منها. الان ما بقاش الرمان منهم من جف ومنهم من مات حيا. الناس ما لقاوش ما يشربوا ما كاينش الماء اللي كيشربوا منه. يعني كان كيجي واحد الدواور واحد ثلاثه ولا اربعه الدواور كان كيجيو كيشربوا منها وكيسقيو منها. بالنسبه للرمان راه الرمان كله جف راك شفتوا كيفاش حتى الشجره ما بقات حيه. انعدام الماء التام. وحنا دابا بغينا عندنا واحد المشروع ديال حفر بعض الابار في هذه المنطقه
وانا نحيو هذه المنطقه اللي ولاد نهار هنايا ولاد حميده الجميع ما يخوف يسلو من هنا. هذه كيسلو من اصحاب تماسين المدرسه المعلمين كلشي اللي داز يشرب من هنا كلشي كيستافد من هذا العين. سال باقي الله الناس المسؤولين يعاونونا على المنطقه راه جفت. هو هذا الرمال راك تشوف فيه كامل كرم واللي عايشين به أمة صينة عايشة به كبير وصغير، اللي يخدم يخدم واللي يجني يجني واللي يبيع يبيع والباقي الله خدام شي معاشي عندهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.